ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، ربنا ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا، ربنا قينا عذاب النار، ربنا قينا عذاب النار، ربنا المحامي ديالك جا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام. المحامي الجديد. أوه، هذا لما نمسك نولدو. السلام عليكم. سلام. إيه ما كاين ياسين ولا الزوزي؟ سي الزوزي مات الله يرحمه. الله يرحمه. قدم لك راسك. لك تقصد الدجاجة. الله أكبر. يا أستاذ تاجر، ودابا أنا شنو غادي ديروا معايا ملي مات العزوزي 16 عام؟ واش غنبقى هنا؟ لا تشوف لي شي حاجة باش نخرج من هاد الحبس ديال اللوي. كيف شفتي دابا الاستئناف اللي استنفنا عليه؟ هو مازال مستنف في راسو. هذا في نظر القانون غير مجرد جرجير. يا دابا أنا 16 عام أنا ضربك في الحبس كله غير مجرد جرجير. بما أنك دوزتي ثلاثة ديال الأرباع، ما بقاش عندك الحق في الطلب الثالث. إلا كملتي نصف المدة اللي بقى لك. ياك أخويا، وشحال هاد نصف المدة اللي غنقضيها عاوتاني هنا؟ ماشي بزاف، تقريبا شي 10 سنوات. ولا تعطينا 10 سنوات وتبقى هنا تنموت باش تفرحوا الدنيا؟ تشوفك المرحوم الله يعينك على أبوه. شوف، غادي نقول لك جوج حوايج، يا إما غادي تحترم راسك وتحترم لينا اللي معاك، ولا غادي نقدم استقالة. أنا ما عنديش ديال هذا. واش انا مالي نحارك البنك المغرب؟ لا ما درتي والو، غير بعت العمله لكازا للجابون وما رجعت حتى الدوله غير في سوسين تشيفا. ولي غلب يعف، هذوك ما كيتحسبش لهم القانون، دوك الناس اللي كياخذوا الاراضي وبنوا البني والطيح على عباد الله وكيموتوا، هذوك ما عندهمش القانون. ولكن هذوك راه عندهم شركات، انت ما كتخدمش بروفيسيونيل، الخدمه ديالك ديال الهوات، فهمتي؟ واش ديال الهوات؟ كيفاش ديال الهوات؟ واش دابا تجي تدافع عليا ولا باش تخلي لي السم باش تعصبني وبدا تتمرض؟ انا مالي ندير انا؟ انا لا شوف Thank you.
شيخ ما كنا خويا خارجين هكا دايرين الاضراب. لا راهي فراج عام خرجوا كل شيء. كل شيء وكي درتوا ليها؟ وخويا ما عرفتش انايا كيقولوا كاين شي فيستيفال شي لعبه هذه داك الشيء علاش خرجونا حنا. دابا نبقى هنا انا ولا شنو ولا خصني ندخل دابا للحبس باش نخرج من الباب؟ خرجوا كل شيء. مرحبا عم السي مرحبا عم السي حيدوا عليا حبس بصوت. نور الكاميرا الكاميرا فين كلشي موجود قول ليا دويتي مع القنوات كلهم كلشي غير يسير كون هاني غندوز الاخبار صافي فضي لي مع عمال الصبريونية صافي تستنى يلا تفضل يلا يلا كلشي غيكون خاطر ان شاء الله برك من الخارج. مرحبا مرحبا انا راه خوكم انا راه كندير هادشي في سبيل الله ما كنبغيش ندير التلفازه بلا من الله انا كنكره الجرائد وكنكره ندير التلفازه ما كنستغلش الصحافه انا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم ما تسحبونيش كنخون لكم فلوسكم انا كنرجع غير فلوس حمله كنرجع فلوس اللي خسرت الحزب. الله جاتي جاتي تبارك الله تبارك الله تبارك الله انت هذاك مرت تبارك الله تبارك الله صحاب الدخل راه عيطوا ما كتعرفي انا ما عنديش صاحب انا ملقط مقطوع من الشجره. تفضل ثاني الكاميرا ديالك ما كتصور في اللي من هنا هنا راك غدوز في الاخبار. شوف بغيت ندوز الاخبار ديال جميع اللهجات. انا ما جيتش. لا انا ما جيتش. ما جيتش انا راه ما جيتش على قبل الطمع ما جيتش باش نهبكم جيت باش نطلع بكم فوق. عاودوا جوج طرات تبقى مضاعفه كاميرا جيت باش نطلع بكم جيت باش نطلع بكم والله اللي عالم وغادي تشوفوا ان شاء الله. يلا نسيت تقول لي مراه عنده سيارة ما عجبوش خاصو يمشي كاينه ظروف كاينه ظروف غادي ان شاء الله نعقلوا ولا ما بارك الله عليكم غنتوحشكم ما تكبروش ما تكبروش بزاف خليكم شباب ما تكبروش الله 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 شكرا نسيت الله الله بعد سير انس بعد زيد بعد انس هيب عليا سالينا انس سالينا انس سالينا انس غنعرض عليك غادي نديرو حمام وميساج تقول ميساج المهم زيد طحنتهم والله ما واش طحنتهم الله يعاونك ماشي غير طحين الصحه العباد فكان في اللعبه هنا انا مشيت فريد مشيت طواليت ونعاود نرجع فهمتيني نخليك مرتاح مع راسك. قال لك يمشي الزين وكيبقى حروف
هالسلعه. يسلمك. علقتي عاوتاني؟ لا بلا ما. الورقه ديال الحبس ديال الخروج. انا حرمت من ديك المره فاش هربت وحصلوني في الطواليت ديال ديك السينما، والله ما باقي نخرج من الحبس، نخرج غير بشرفي وكرامتي. ولكن حنا خرجنا دابا ما عنديش فين نبات. انا غنسد دابا ساعه ونص بس في البحر. اي انا بس في البحر. انا كنت زعما نتي 16 عام وانا غابر عليك، غنجي غنلقاك دايره الولاد والدار ومصيبه لي شي بريتش في السطح نمشي نخمد فيه. سبق انت يا مسكينه بس في البار. وما شربتها خصني ندبر على خدمة. هذاك راجلك اللي في الحمام باقي تما ولا سلت في حالو؟ الله يرحمه. ويلي مات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا قربت نموت. اودي راه انت باقا هكا، كلنا غادي نموتوا. لقيت داك الشيء بالاجل. قالوا لي بقات لي تقريبا شي 3 شهور. عندي كونسير الكارو. ما تبقايش تجبدي لنا في الموت في هاد الوقيته هادي. عندي لك واحد الخدمه الا بغيتي. امري، علاش انا هنا؟ 25 عام هادي كنت خدامه راقصه في كباري لو بوغ. الشباب والمراهقه قلت العقل. مع الخدمه ما عنديش كيف ندير للتربيه. ديتها لبنت خالتي في الداخله رباتها. هاد السر ما كيعرفو حتى واحد. هادشي وقع قبل ما نتزوج. كل عام كتجيني كارت بوستال من الداخله كنعرف فيها اخبارهم. هاد العام ما جاني والو. ملي سولت على بنت خالتي قالوا لي ماتت. وتي لا دادا ولد ولا بنت؟ بنت مسكينه. غير شوفها فيها قبل ما نموت. وانا تقت فيك والله العظيم. انا فرحان ملي قلتي لي تقت فيك. واش قلتك راني قطعت لي طراف طرافك بنتي؟ اش غادي نقول لك انا؟ اش غادي نقول لك؟ وشحال هادي في هاد لافير؟ اي ها اللي كنكتب. لا حول ولا قوة الا بالله. الخير والبركة. ما يخلف. مليون تسبيق. وهذا الشيء ملي تجيب البنت ديالك. ويا قلتي لي تختي فيا، عطي لي كل شيء وصافي 24 ساعة نحضر لك الدرية. لا ما تبقي تخليني غادي جاي. خذ المليون قبل ما نتراجع في كلمة. علاش تراجعي؟ هادي الكارت بوستال فيها الادريسة. وهادي التصويرة ديال البنت. ما تلعبش معايا ها؟ لا شوما دري بحال بنتي. وغا تشوفي لنا صالو بار. قلبي بحال الحليب. هشيش. تقت فيك حين صالوبار يا صالوبار. اجي قولي ليا انت زعما ملي غتمشي غتمشي زعما الله يرحمك وغادي نديرو عليك ديك الليله، هاد البار لمن غادي تخليه؟ مسعود. صباح على خير. صباح على خير. Yeah, 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 yeah! Sıra gelene!
عطيني شي بليصه الداخله داخل كاينه غتجي خويا حتى الانسكام غتهبط وغتطلع تمشي للداخله باش غتبقى تطلع فيا خويا وتهبط لي انا سنسور انا بغيت شي تقاري يكون يمشي بيا ديريكت يوصلنا حطيه في الداخله ومالك يا صاحبي انا راه باغي لك الخير كار كليماتيزي انت غادي للحرق ايوا شحال الكار كليماتيزي ليك انت 750 درهم عطيني خويا شي وريخ الله يرحمه بالكليما بسم الله اي بسم الله ولا صاحبي ولا 750 درهم الي غوتو باش تمشي و 750 درهم الي غوتو باش ترجع هي بشحال 1500 درهم انا خدي غادي لفرنسا شوف الله يرحمك الوالدين شوف انا بغيت غير باش نمشي اما ديك مشيه بلا رجعه انا غنخلصها على راسي و انت لقيتي بحال غادي لكم شي محل اللي ديال الجدارميه وتولي في مشاكل ومالك اخويا غتخوش عليا مالك ارا اخويا مشيه بلا رجعه صافي نمره 23 وتكل كرسي صافي هاكا سيدي خلي الباكاج انا غنمشي معايا الباكاج خلي الباكاج انا غير الباكاج ديالي ما فيه شي طبيصله شي مهنه ديال الطوس بغيت نعطيهم لواحد العائله غير ترسوا لي غير خليهم يبقاو معايا غنهرسوهم حنا لا انا عارف نسرقوهم حنا ما درتش فيها كونفيونس علاش عليك ما درتش فيها كونفيونس ديما راه خويا ديما راه خويا ها هو سير اخويا ها هو اخويا واحد 30 ساعه اخويا نمره 23 شكي كرسي يلا 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 كويت التحديه الحمره الحج ناري ناري ويلي ويلي الحفيظ الله وي 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 الحجه هذه الحجه خير ونهار نهاركم مبروك السي معالي الوزير نتمنى الزياره ديالك تنفع القلب عليكم بركه من هاد الهضره المسوقه ديالك هاد الهضره قولها شي حد ما كيعرف كلش شنو بغى عندي داك الميكانيسيا علاش مسكتك توحشني ولا باغي يعرف اخر الاخبار ديالي والله العظيم السي معالي الوزير الا السي الكواتي خدام على القضيه ديالك بلا ما كينعش مسكين وانا شاهد على القضيه اسكت اسكت الحاج كبر انا كنت كنطلبوا من المستحقات ديالي فين كان ها كان كينخن ياك دابا من عرفني غادي نفتح الدواسه ديالو كلهم راسل ليا وليد صغيور كيطرطي معايا في لي زافير حاشا استماع الوزير حاشا نجي نبرز لك نهارك وانا نخسر لك يومك انا راه غير عندي واحد الاقتراح جيت نقوله لك اقتراح قول كيف كتعرف استماع الوزير ما على رسول الا البلاغ غادي تعطينا الدواسه وان شاء الله غادي نخرجوك من الحبسه السيمانه و لافير ديال الرؤساء غادي تاخد في المستحقات ديالك اش نبلتي ياك غادي ناخد المستحقات ديالي طبعا طبعا اسمع وليدي الله يرضي عليك غتمشي تقول سيدك عمك باللي سيدو معالي الوزير كيتعشى كل ليله في دارو في اي بي وانا اللي كندخل وكنخرج من الحبس ولا بغى الدوسي ديالو خاصو يحط ليا الامانه في سويسرا في الكونت ديالي عاد ممكن نهضرو ولا بقى حتى ما دارش هاد الشريف اسرع وقت معالي الوزير غيتقلق وين بقى تتقلق معالي الوزير غادي يهضر فهمتيني ولدي غادي نهضر هاد الساروت ولدي هو اللي جمعنا وهو اللي ساتر عمك نهار هاد الساروت غادي يحل الكفر فور ويجب الدواسة ديال عمك غتندموا على داك النهار اللي خدمتوا معايا القباط فيه فهمتيني يا ولدي وصل هاد الرسالة لسيدك ياك معنا الرسول الى البلاغ يلا
حاشا نقلق كل شيء حاجه. انا ما سالينا الهضره، خرج عليا من الحبس ديالي. يلا اخويا يلا 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 لالا يلا لالا يلا اصبع اوراقكم لحم الوالدين يلا يلا. اختيار شكون اللي ما خلصنيش؟ اسمع عمد. وي خويا. اجا خويا اجا الله يرحم والديك. واخا خويا انا معاك. واجي شفنا هاد المصيبات. مالك اخونا شنو عندك؟ زعما مالي والو كي راه مازال خصها بلاصتها تكون في الكاب وماشي حدايا انا. خويا واش خلصتي بلاصتك؟ اه ايه. انت هي مخلصه بلاصتها. وين ما عجبكش الحال هبط للكوفر مولاي بنادم. ارى لالا. انت هي مخلصه بلاصتها؟ ورر ما عنده باكاش. يلا بنيتي كتبي ان الارض لي وراء المدرسه تصلح اتاتا بتاتا. سيدي يلا غادي نوليو قد الصطال قد القبه انا وياك. كتبي داكشي اللي كنقول لك. تصلح بتاتا لمعمل المواد الكيماويه الخطيره على الاطفال والامهات خاصه، وبه الاعلام امضاء بلا ما نوسعك. بطبيعه الحال سالت النائب. ها هو بنيتي الله يرضي عليك، حاولي تصيفط لي هذا الميل اليوم في الليل حيت بالنهار كتكون لا كوليكسيون شويه ثقيله. واخا. كون تفضل. يلا بنتي يلا يلا سيري الى عملك. واخا سالت النائب هي الاولى. عندها قول لي شكون اللي هذاك الشفار مون كوميسير؟ صافي الشكوك ديالنا تاكدات. خالد لاسيستون ديال النائب البرلماني شافوه حتى مشى لعند الوزير، ومني خرج من عند الوزير رجع لعند النائب البرلماني. يعني دابا ما علينا غير نشوفوا مع النيابه العامه تعطينا الامر باش نشدوهم. مزيان انت متاكد من هذا الشيء؟ 200% مون كوميسير. راه شفتك الرابور؟ شطر. شكرا. يلا 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 الغدار نسى خيري. كل ما انا والنقابة الحرة لصناع الأسنان التقليديين ما عمرو يتوزر. الله شاهد عليا تكرفصت بجيتو. اش بغى يكون في ملك الله؟ اش بغى يكون؟ ياك كان كيبيع غير هندي نهار سلم عليا ثلاث ايام وانا نحيد في الشوك جدمني. ودابا نسى خيري. نكر الخير نكر الخير خالو وما يستاهلش. عليا باليمين وباليسار وباش كيحلفوا احزاب المعارضة. يلا دوزت عليه. ما دوزاش اخي. هذه مناسبه كيف قلت لك هذه 4 سنين وانا خدام معك ما تخلصش حتى شي شهر. هذه مناسبه فين غنعبر لك اليوم على الفرحه ديالي اللي غتسمع. انا فرحان بزاف اوليدي اللي عرفتي باللي هذاك القرطيط ولد الحرام. ايه ولد الحرام. برك في داري كلا ما كلتي نعس في فراشي حوايجي نقصهم ولبسهم ما قلنا والو. ما كيسوى ما كيصلح وليدي. وانسى هذا الشيء كله جاي باغي الفلوس. كيف قلت لك اخالي راه ولد حرام وما يستاهلش. وهذه راه مناسبه باش تخلصني في داك الشيء. المناسبه هي الا جبتي لي الساروت والخلصه ديالك غتكون مضوبله على نوبتين وفرحتك غتكون فرحتين. بالحق عندي لك طلب واحد. انا هو نعمسي. الساروت قبل الانتخابات. واخا نعمسي. دم دفاري عيطي لها. عندي واحد الاجتماع خصني نمشي ليه. هادشي ما كافيش، خصنا دلائل واضحة عاد نحسمو في الأمر. مجرد فرضيات هادشي لا. لكن مو كوميسير راه شهور هادي وأنا متبع هاد لافير. وهادي هي الوجيبة باش نسدو هاد الدوسي. اسمع شنو نقول لك. انت راكي جديد معنا في هاد السيرفيس وحنا دي بروفيسيونيل. اللي كيوجب عليك وهو تصبر 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 ما تزربش. راكي الا مشيتي تزربتي غادي يضرب لنا كلشي في الزيرو. انسى مالي
اعطيني اون سيمين ونجيب لك لي بروف بين يديك. عندك لاكارت بلونش بالحق الله يخليك ما ديرش داكشي عندنا هنا. كون هاني يا مون كوميسار، انا غادي ندير فيها ديتكتيف بريفي. الله يعاونك. احتراماتي مون كوميسار. الو اسمع اسمع، انا كنخا دولت خالتك. لا ماشي اللي كيبيع الحشيش، هذا ولد خالتك اللي قاري السياسي. كيفاش بحال بحال؟ لا راه ماشي بحال بحال. لا شوف دابا ما عندنا تهضر مع الدم نديرو بها، دابا غادي تقضي لي واحد القضيه واحد لافير وغادي نخلصك اسبيس. اش قلتي؟ انا عارف كتموت على الفلوس صافي، هذه فهمتيها ياك؟ واسمع غادي تجمع عليا شي ربعه من دوك صحابك اللي كتعرف وغاتديهم لي العكاشه، غادي نقول لك السيد اللي غتمشي وغادي تاخذ له الساروت معلقو في عنقه صافي. هو كاين في عكاشه السارو، لا ماشي السارو كاين في عكاشه، هو السارو كاين في عنقه وهو كاين في عكاشه صافي. شوف لا لا شوف خلي 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 العكاشه وخلي الساروت، غادي نتلاقاو انا وياك دابا واحد شويه، غادي نتلاقاو في القهوه ديال سبرديلا. عرفتيها؟ عرفتي قهوه هو ما كاينش في قهوه سبرديلا، الساروت كاين في الحبس. انا انا وياك انا ننسى داك الشيء اللي قلت لك، ننسى الساروت، انا وياك غنتلاقاو في قهوه سبرديلا صافي، غنتلاقاو في قهوه سبرديلا وياك يلا صافي، غنتلاقاو ونشرح لك كل شيء صافي. الحرام الحرام اشتريك انا لو حيط له الو. السلام عليكم السي كورساكوف. كتفلى عليا حسنا نضحك عليك. شوف الله يخليك، انا غدا ان شاء الله غتلقاني في اول طياره جايه للداخله، راه جايب لك واحد الساروت اللي غيحل لك المشكل ديالك والمشكل ديالي. مشاكلك؟ ماشي شي مشكل كبير، كيسوى واحد 500 دولار. 500,000 دولار؟ اول مره كنسمع ساروت صغيره 500,000 دولار. خليل لا لا سي كورساكوف، حاشا حاشا نطفل عليك ولا شي حاجه، غير هو خاصك تعرف بلي هاد الساروت راه سد على واحد الكفر، هذاك الكفر راه فيه شي وثائق مهمه ومهمه بزاف، هي اللي غتقد تعاوننا باش نقدروا نديروا داك المشروع ديال لوزين. خالد غتجيب الساروت يكون خير مفهوم؟ واخا سي كورساكوف. الله يهنيك. تفاعل نجتا سير المينا. جبت لي أمانة؟ جبتها. طلع طلع تنطى طلع طمع الدنيا بيليا كحب شد كتبوت خمس الدنيا شد غلط، خاصة 20 درهم. حسبتيهم؟ الله يسامح. شي كتسمع؟ لا 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 مشيش بعيد، بدا الحديد ديال برا. اش دابا برا؟ الزواكه رخيصه. لا لا رمي ما 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 تعصب شتش. لا شي ما تخاف. لا 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 تخلعش دابا تصلح. لا لا من الزواكه يغوت هذا ديال برا، ما ديال الميريكان. كان خطا هذا. شكون هذا؟ شكون هذا؟ شكون كيكون؟ شكون بيكون؟ شكون؟ لوزير. لوزير؟ ولا الوزير ما تخلقش. صم دابا الساروت السلسة السلسة في عنق الوزير وعنق الوزير في الوزير والوزير خصك ما نخليهش. إلا خليته غنخلي السلسة ونخلي الساروت. جبتهم دابا بجوج ردوا ولا نخليه؟ أنا غنردوا كاع. شوف 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 ما تعصبش. فيك ما شافك ولد حرام شافني؟ حيد يديك الرجولة. أنا محترف أنايا. درت الماسك الحمد لله هكاك الحمد لله. هكا ما ديش الله الله يا رب الله. هنا اش خطوه يدير؟ عرفتي شنو غادي دير؟ شتش الماسك ماسك هويلي ها هويلي ما عجبكش؟ وجه سعادة النائب هذا شنو هو؟ علاش درتيه؟ نائب
زدتي فضحتي يا ولد الحرام. طلع ما تطلقوش نقول لك لا تلا خذ شكون خذ شوف ندير ماسك ولا ندير الوزير ما تطلقوا حتى نقول لك شكون ندير ماسك ولا الوزير ما تطلقوا حتى نقول لك راه دويت معاك سير الله يعاونك سير بخير اخويا نفس الخطوه اللي قلت حياتي كامل وانا كنتفرج في افلام امريكانيه مع عمر البطل كان كيعطي شي حاجه حتى كياخد الفلوس كتعرفني مزيان السالو ديالك كاين وموجود ساعه عليك وسط عباد الله كباري من ودي وايس هاد الليله ما تنساش الساروت ما تنساش الفلوس وي كيفاش مطار داخله وي طوموبيل ديال ساتهم ياه واسمع اسمع كاع لي فوتو ديال الكاميرات ديال السيرفيونس غادي تجمعهم وتصيفطهم ليا دابا انا كنتسنى اطلع صاحبي اطلع نمشي الطاكسي كريتو كيفاش كريتو اطلع الحمق هذا قلت لك سمعني حسي مسيو انت شافر الطاكسي في الطاكسي ما كان غير حسيك لا انت لا انا سكتنا اش كتخربق اش كترون شفت شي كنسمع له شفت الصداع كنسمع في الكوفر اش بيوقع كاع في هذا الكوفر اش بيوقع اش كندع شفتين شيفور شيفور درتي شي شوفور ديال الطاكسي في الطاكسي واخا واش باغي تخرج عليها واش باغي تخرج عليا ولا شنو؟ واخا يا بابا الله ما تعصبش واش تخرج عليا واش قلت لوالدين ما تعصبش شوف ماشي وجه براك ماشي وجه براك الله يحميك الله يحميك السلام عليكم وعليكم السلام شنو قالت لي بيه؟ عطيني شي وحيد اخويا شحال قلت لك؟ ها؟ 41 لا هذه صغيرة هذه بصح شوف بلاتي ما كاينش شي وحدة صغار منها لا هذه اللي كاينة 40 درهم وانا ارجو الله يعاونك وصل الشيء كله يدخل هي الاولى
كباري الميديو دي مويز خلق المفاجأة وجاب لكم صوت من أروع الأصوات، ولأول ظهور لها في الجنوب جاتنا من مدينة الصويرة. وتحت تصفيقاتكم رحبوا معايا بالفنانة شابة سعيدة. ما ديري به انا نجي باغي ندير واحد الاجر امك مسكينه مصيفطه لي مسخراني نديك ليها والسلام عليكم. مسخر لامي قديمه امي ماتت. لا لا ما تهضرش على ديك امك اللي ماتت، كنهضر معاك على واحد امك من اعظم خلق الله اللي ولداتك. دابا عاد فهمت ما كنعرفهاش. ولكن هي كتعرفك، شوفي الله يرحمك والديك ما كتعرفهاش، ما كتعرفكش شغلك هذا. انا نديك اختي ولاقشي مع اللي بغيت، المهم انا خرجيني من هاد المدينه راه ناطخ. شو كيتبهدل شو شو الحال؟ واش انا بحال القضيه؟ قول ليها قالت لك تعطلتي. امك راه مرضات تكون ساهله مسكينه، تقدر تموت. فاروق قيسها ها هي قدامي، تبارك الله كي زيانت وكبرت هاك. لاباس الحمد لله. ساعات ولا خلي نسر المسرى كيضربوا مع بعضياتهم، وانت بنادم كيضرب بالجناوة وفي الاخر كيتسالموا بحال ما كان والو، راه ما كيدخل ما بين اللحم والتفر غير وسخ. عمرك تسمعي هضرة بنادم هاك اخويا بورطابلك. نمشي. واش انت مريض ولا مالك؟ السلام عليكم وعليكم السلام، امك مريضة فيها الكونسير، يلا نمشيو. مالك اخويا زربتي عليا؟ واش كتفرج في المسلسلات المكسيكية ولا مالك؟ سير اخويا بعد مني. وغنمشي انا وياك اختي الله يرحم لك الوالدين، انا راه حلفت لا تنديك ولا مات ندي الذنوب ولا تجي مسامحة معاها. مرحبا تفضل. ساروت شفتكم بحال زربانين شوية،
فلوس. واحد السيد راه كيتسني على برا، الا وقعت شي حاجه راه يقدر عليه البوليس. مزيان. اش هادي عباد الله بدا يقول لك مسخوت تمك؟ راه ملي تموت والله الا غتندمي. وصافي دراك عليا زلا تقني بد الحوايج. تمك. جعل اقلك تمك. انا نمشي كن 5 سنين انا عمرني ما شفت امي. لم لم واش كاين شي حد يقول لامو ما نجيش؟ اللي كتردعك ويلي كتكسيك ويلي كتطبطب عليك وكتقول لك ناسي. غادي تمشي تسامحي معاها وغادي تعيشي مزيان. ما رضعتش في الصوره اش وقع؟ انت كبرتي اش وقع لك؟ متي امك مسكينه مرا ظريفه والله الا امك ما غتقطع الفجر تتبقى فيا ملي كنكون جاي انا من الخدمه وكتقول لي مسكينه غادي للجامع مع الفجر كتقول سميتك سعيده سعيده امك راه هي اللي غناو على ستي الحبايب يا حبيبه ولكن ما كاين مشكل يخلصني الله يلا فين يلا سيري شوفي يا السيدة تكلم عليا سيري قولي السيدة راه مازال كنتسناك ما تقوليش لي هادي هادي وما كتمسختي فين هو ليهونش سعيدة بلاتي بلاتي من السيكارتي سعيدة اش درنا ها اش غنمشيو عند امك ولا شنو ما جاوبتينيش شنو انت باقي مقتديه عادي كتشوفينا باقي على الله اش غدير عندي غير مزيان شتي بشوكه الله يرحم الوالدين كاين شي ديال الطباس واحد ديال راه غتكون احسن اش غدير غنجيب لك جوج والله يخلف عليك اختي بارك الله فيك مرحبا مالتك حساب ديالك ثاني ما نسالك بعد الشلاه بيا غيتحرك فيكم شي حد غنفرق عليه الراس ديالو هذاك السالو شكون هادشي خدام هادشي معنا في كبار الشاف رجع رجع جلس ها دي دراك اجي هنا فين غادي رجع هنا عرفت الشنطه لا هادي فاش حويجات ديالي شي سليبات غنمشي نصبر ونرجع اطلق الشنطه انا اطلق 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 اجي اجي تغريت خرج جيب لي واحد الصاح غريت الله يرحم الله كي غندير نحيدو هادشي سير تكون تكتا دراري هاي تحت الدراري اجا خويا شو اجا خويا اجا 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 فين نسيتي اما شير الزاد يا رب شير الزاد
والله إذا صيبتكم تسرحوا أنتم ما غتعرفوا. راود الناس أنا نراود الناس وعندي المعارف ومعارفي واعرين والله بس فك معكم بالله جري حلوه رجع عندك باش ديك عند امك تقول لي ما كتعلم عليك انا انت هي اللي دير لي خويا الله يحفظك دير لي محطه لا ما مساليش دينا خويا غنعطوك اللي بغيتي ادينا واش السمكه عندك ما مساليش دوبي دوبي ما تردوك الصوات لا 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 انت كامل ديال هادشي خير في مساعدة شوف اختي هذاك الدوزيام راه خاسر برك على الامبرياج مزيان الله يديك على خير يلا جيت دغيا واطلع مني يا بنادم اطلع مني شنو اطلع 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 واخا شنو هاد الريحة فيك؟ شكون دخيتي اللي دات لي فلوسي؟ ماشي مشكل غنعيطو للطاكسي اللي حطو ونعرفو فين كاينة كيفاش؟ مو الطاكسي؟ مو الطاكسي راه في الكفر اش كدير انت هنا؟ كندير حاجة ما تقولش دخيتي داتنا الطاكسي ديالنا مدينة صغيرة غنلقاهم شوف حنا شركة في هاد لافير السوارت والفلوس طردهم المهم عندي الساروت ما نعودوش معاك الهضره رجع اللي بغيتي المهم عندنا هو الساروس شافوني مافيا تركبوني واش كتعيب الله من تصلت عليا اسكت واش شافوني مافيا تركبوني كي غندير عرفتي مشات شي شتوني نو كيقطعوا لنا صباحنا ما يقطعوا لنا صباحنا يديروا فيهم بورتكريات ويعطوهم اللوبوس وما تكثر على عليا شتي دوك المافيا راه ما عندهم كسر في هذا الشيء راه ما يقدروش ديك لاريو هما براسهم راه خايفين من البوليس شوفي انت واحد الخطيه اش باش كديري انت اش كديري انت في حياتك وهاد الباليز اش في حياتك لا تصدق فيها شي حاجه دوني شتي انتي امك خاصها تقضي معاك الصباح والعشية وسد هذيك المريضة شوفي ولا تاخذي انتي 60% وانا تعطيني 40% ولا بلاش كاع تاخذي انت 70% وانا غادي ناخذ غير 30% لك و 30% ليا و 70% لك انت بوحدك شتي تسكت وما نسمعكش ودرتي ليا الضجيج في دماغي كتسمع كنسمع 70% ليك و 30% ليا يلا واش هذا الطاكسي ولا كرويله؟ مالي انا كنت كنتخير فيهم ارا تلقى ديك المريضه لا لا نحن بك نخلي عندي انا تبقى عندي تبقى في الامان انا ملي كتبقى عندي راه كتبقى في امان الا بقات عندي انا وراه كتبقى في امان الا بقات عندي شتي انت باين ليا ما كتفهمش بزاف تلقى ديك المريضه في فندق اجي فين غادي السيد كاين هنا في الكاب وحنا مالنا هذا ما غيكون غير شي موتيف بحالك زيد تقعد لا 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 اش غنديروا غنهزوهم هنا في الطاكسي نديو اكبر ترعلوح وندفنوا ونهربوا حنا لا لا بقى هذا راه جنايات منيتك واش انت كتفكر بالدماغ عندك شي مخ هنا واش هذوك دفار ولا جناوه جناوه عرفتي اول حاجه غيقلبوا عليها البشر المافيا هي الطاكسي وما نعاود لكش الا لقاوك وغتشوف ديك الساعات الجناوه شنو هي ولا مالي انا اجرت ليهم ولا هاد المافيا اجرت لي انا كاع الا غتجيب لي الساروت غنخلصك بالدوبل الدوبل اش مدوبل بلاتي شكون هذا شكون شريكو ولد عمو في الرضاعه قول لي اش مدوبل هنينا اسكت سكتنا صافي هذا راه والو لا عندك انا هو العقل ديالو انا هو الدينامو كون ما كنت انا ما كل لا تخوت علينا سكتني راني ساكت خالد عافاك حيد لي هادشي حيد هي الاولى عمرك ولد عمي شنو قرب هذاك الدوبل شحال فيه 1000 ريال شوف شوف ما ديرش الحلاقه ما تعصبش البريطاني
كوعيني هنا صافي ما تعصبش زيد فحالك زيد اقول لنا في الغد امشي راح نلبسين غصن نضلق ولنا في الغد تجي اش غدير انا وليت غنتبع واش ما تلقاوناش رجال ديال كوساكوف واش قلنا نديرو غادي رجال ديال الكربات شوف ماني معاهم وكوساكوف هذاك المافيا اللي خلينا في الوطيل وانت المافيا اللي خلينا في الوطيل فارق ما بغيتش نفارقك انا هذاك هذاك المافيا اللي كيعرفك غنت انت شاف ضربك بالفردي بحال بغا يقتلك انا اش بينو بينهم انا سكت وهضر بشويه اش غدير سير خويا ريحت نجيب لك الوقت اللي عندك غير انا ديك الباليزه وطلق الباليزه هنا انت ملي شتيها وانت تذكر من عليها طلق الباليزه عطاني انا كونفيونس شتي فاش وسير ريح تفرق مني تفرق مني تتعلق قرضك اخويا وتسالي قرضك لو تقولي تفرق مني تفرق مني واش انا لاقي منك كل شهر باش تعرف تتاكل انا اخويا ما بالك كاع فين تبعد ساعات كيرا وهاديك بلاصه ما بالوليش وصافي بالك على انا هنا واش تعلق قرضك اخويا صافي وليدي سعدان صافي الا ما عنده هو العقل يكون عندك انت صافي صافي ابو حنين صافي 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 هي ألف بجوج حل مع المشكل أجي نتي لهنا أري الساروت بعيدة ما عنديش مشكل بفلوس عطيني الساروت حل بريزة عطيني الساروت بريزة أتلا الساروت قالوا لي يا القرد لا ما عندكش الكبده على الفلوس وكل خدامه كتفرقي في النعمه على عباد الله والناس كتصفق هلا عندنا العرس ولكن موت بالسم وكتنكر بزاف
غنديروا دابا؟ شتي انت غاتمشي تجيب لي السهله؟ علاش هاد السهله؟ واش ما كتفهمش؟ وباش ناكل القرد ديال حليه السهره وانت الا تبعنا القرد ديال السهره وبقينا هنا اش غدير؟ وانت سد فمك ها العار، انا غنمشي نجيب السهله وسير اخويا ديال لي صاف ورينا واش ندير ودير ما عندك تنعطيك حتى انا ملي غندير عندي عاد تقبيله كتجي برجوازيه خدامه كتروحي بالفلوس انا راجل الحوايج كيقلقوني انا بغيت نشوف الفلوس كيتحرقوا ما كاينش مشكل ولا كتفرقوا مع العباد انا نقدر نتسطى والله حتى بزاف راه خويا داك القرض راه ملي القرض انسي بورطابل مي فري حيد حيد وبزاف هادشي سي محمد السلام عليكم السلام الله الرحمن الرحيم كنتكرو الا باغي نعمرها باش ديماريش غندير فيها شي حاجه رخيصه عندكم كلشي مزيان المازوت هو رخيص مازوت رخيص انا خويا ديرنا 30 درهم ديال المازوت وكثر شويه فهمتي والراجل في هذه القضيه صافي واخا سيدي كون هاني جيبها لي انا لا لا غير داها انت حتى انا من ضرني ضهري فيها سيرو كيك واخا عندي السكر ما كنقدرش السكر غير انا ما عرفتش الطوموبيله كديماري ليسونس درت انا المازوت حيت رخيص كوليت لا لا عمرك ما قلتيها لي ولكن غير بسم الله على كلشي كيتعوض اسعيد لا 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 غتفرق راه مشيت حتى تشليتي والله الا بريتي بسم الله عليك اخيتي خلي فيمك وحالك بسم الله عليك شتك النهار الاول الا المؤمنين اذا اصابتهم مصيبه قالوا حسبي الله ونعم الوكيل يا رب الشفاء يا رب تهنتك في وسخك لكن بقي بحال هكا شتي انت ما تهبط اخويا تمشى على رجليك شويه هذا جديع اوه وعاب شويه عليك غادا مسخره القيد شتي انت انت ما سمعكش بغيتيش نسمعك غتصد فمك انت غدير لي الشلال انت غندير لك الشلال انا درت لك الرقيه وطلعتي مشي انا تيزيان من الاول سير اختي مدام سعيده مدام سعيده نعم كبيرة زينة في حياتك ياك انا قلت لك الله راه كيسد باب حتى كيفتح ابواب سير شوف لي واش كاين الساروت وهذا هي الشويه اللي يكون موهل على تحت وتولي ديرها فينا الضحك واش كاين الكونتاكت على فرشا كاين الكونتاكت اش يا بالله شوف بقى ورايا خلص خلاص السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يخليك ما باشك واحد الزرق مع واحد السيد مع واحد القرتاو كاينين كتعرفهم ماشي شي لا تعرفهم بزاف انت كتعرفهم لا بالك هل تعرفهم انت اللي كتعرفهم لا 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 انت اللي بجوجكم شوف الشريف جيتوا هنا باش تفلاو عليا هذوك الناس راه خلاو لي الخطيه هنايا وزادوا في حالاتهم والله لا تفكيت معاكم تتخمصوا الله يخليك هذا راه اهانه منظمه البحث على المجتمع به المجتمع به شوف الشريف والله لا تفكيت تناخذ البلان ديال المازوت والسندويش ديال القرد اللي تلاه في ليا الطموح
اش باغي عاوتاني؟ الو شاف كحلت الدوري الطوموبيل. لا لا شفاره شفاره ماشي حنا شفاره واحد اخرين. واخ واخ صافي 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 صافي. اين 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 مشات ديال الطوموبيل؟ عباد الله مشات ديال الطوموبيل. عباد الله مشات ديال الطوموبيل. عباد الله مليان هاد الناس اللي هنا ماشي هما اللي كانوا في الجماعه الاخرى؟ لا لا غير كذب على خاطري. ميسي انا جيت انا جيت باش نقول لكم راه نتوما هما المستقبل ماشي شي حد اخر. انا رانا ما نسيتش الوصيه والطلب ديالكم. غادي نريب لكم هاد الوزير القديم لان زمان البرامل انتهى. غادي نبني لكم كذلك عمارات وغادي نحاربوا مدن التسطيح. وعداك شي متنافس يقول لكم رانا حقا ماشي جيت للسياسه من الخلا. ابدا انا سياسي عن جدار 160. انت شلاك انت اخويا هذا القرف ما نمشي لما تنسي. واش انت ما كتفهمش الدارجه؟ غنبقى هضر معاك بشي لغه اخرى. قلت لك 1000 مليار اخرى باش يلوح ليا الساروت الفلو موكا. اش غدير؟ راه خويا جي سوق انا غادي نعطيه لي غير اجي سوق. انا بنا نسوق وانا بنا غادي غلبنا حنا قرض 16 العام ديال الحبس. غتصرف المستهله وغتلوح لينا موكا. مال ريح الارض والله تا غتريح من الله. او علاش ما تلوحش خاص الساروت؟ علاش؟ انا فق عندنا اللعيبه غادي يوحشوا لنا حنا بلادرا. اليوم غادي تلوح موكا. راك تشرب واحد 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 والقرده سخفني سخفني نشفني. شربتها دابا هاد المصيبه فينا هو؟ اش درت عباد الله؟ اش درت انا باش تلاقيت مع الو با الحاج لاباس عليك؟ معك سعيده. ويلي علاش تكون سعيده؟ سعيده كانت خدامه عندكم في لوزين. كي داير لاباس عليك؟ واحد المدام ايه كيفتيها؟
ناري المهم سخر تاعي هي. انت باقي عاقل ولا لا؟ لا ولا مشى هذاك الشيء وايلي. فين القرض؟ اجي لهنا اجي لهنا اجي لهنا. شتي هاد الشيء؟ ها حتى غتكون عندك كيف كيف كيف. انا انا تكيف تكيف يا سلام. الله ما كنطفيش. شوف شوف ما هادشي كله داكشي حتى نهضروا عليه من بعد. شوف جايبه لك واحد لافير والله ما تسني حلو فوق بالحاجه. الا شتي واخا داكشي درتو معايا نهار لوزين انت اول واحد فكرت فيه. صافي بالحاج شوف تجيب با عمره كلها كونتربون. انا فلوسي نبغيهم كاش. شوف انا اي حاجه كاينه 50 50. داكشي اللي كاين تما كله 50 50. لا لا بوحدي بوحدي يا با الحاج ولا عليك. يلا يلا فراسك شكرا بزاف. يلا سلام عليك. يوم الليله فياقه طاسه 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 تيطلع الفجر. هادي بالضبط. وتسرد القرضة واش تيش كان غيدي ليك غير شوي لي رتي بحال الفاخر سرد حرام. وراه انت اللي غتشويني وانت اللي كنتي غتشويني بنادم هادشي اش غدير؟ ها راه خويا داك القرض ملي انا على تصداع الراس كله تيطلع انت هنا. لا خويا انا هادشي ما غاتطلع فيه السكوا. سير اخويا بالطريق وحنا غنمشيو بالطريق. دير سيري بالطريق وخلي لي غير القرض. سوسو عرفت اخويا تمشي على رجلك زيد هاك 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 تراموتشو تراموتشو. أنا راني زيد دخل ستي كامبوك هما اللي خطفوني. واش كتعرف ما تسمع كتكلم ولا لا؟ ما جو سوي مينيستر جو سوي مينيستر. واش عندكم شي اجتماع مغلق هنا ولا شنو؟ شفت البشر كثير هنا خونا بنادم. كيفاش نصبر؟ واش كتعرف راسك معاهم كتكلم ولا لا؟ اللي كيغاف من القلده تقليد. وليني انا راني وزير. وهذا الحكومه. شكون انت بعدا؟ انا اللي كندوز عام ديال القباحه 10 سنين ديال الراحه كيخدموا عليا الباش ديا بحالك. في غد انا اللي غنقول لك سير ولا اجي ولا برك ولا وقف. هنا غتفيق مع 5 الصباح غتصيب لنا الفطور. دير الميناج غتجفف غتصيق غدير كل شيء. تفاهمنا؟ لا انا انا ربما كنفهمش هادشي اللي كتقول. لا ما تخافش كاينين الاساتذه اللي غيعلموك هادشي ما تخافش. غارديا غارديا الله يخليك جيب لي شي تليفون بغيت نتكلم مع شي مسؤول. شوف ما شافش الشغل ما لقاش عندكم شي فراكه. معالي الوزير اش خباركم؟ ها المرة اشنو كيصعب عند راسك دابا انت مطور دابا ياك؟ ها؟ اسالتي واحد من الرجال ديالك خطفني وانا رجع في طريق الحبس داز الكونترول ما لقاونيش جرو على المدير وداروا المدير الجديد لحني مع هاد الحبسية هادو. لا اسمع لي انت دابا اسمع لي غادي تخرجني من هاد الحبس هذا وغترد لي الساروت ديالي ولا الفضايح ديال كل غدا طلع في الجورنالات في المغرب وفي الخارج. قلت لك بعدي ما نسمع منك غدا بغي نخرج. مسيو لو مينيستر ستر ما ستر الله غادي نلقاو شي حل ان شاء الله. توقع على خير سعادة الوزير. نسيبي 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 بالمناسبة كيسلم عليكم كيسلم عليكم نسيبي وغادي يتهلا فيكم ان شاء الله غادي يتهلا فيكم. هذاك خالد كان في السند ينزل كان في الهند يطلع. انا ما مساليش نقلب عليه انا مشغول. غدا كاين الجمعه
غادي نصلي مع سعادة الوالي وحدا سعادة العمل. ناوي ان شاء الله نبدا الحملة الانتخابية من المسجد، غادي يكونوا الناس مخشعين، غادي يتيقوا فيا. الحمد لله. يلا ما نعاودش نتصل بك مرة اخرى. اجي دير لي الميساج. ايه واش انا عجينه غتصوب لي الخبز ولا ما عرفتش انا منين جاني هذا النحس من نهار شتك وهو تعرفني وتي سيري دوي على راسك وشوف يدي اللي خدامه كتشطحي بار طالعه مخطيه نازله مخطيه ترخص في تشوسكي بويا عمر مانا بزاف عليك انت برب بحلوفي قال شفت ديك الصخبه الحاقه ديك المنحوسه اللي دايرها وتي راتي فيك سخط الوالدين ديال امك وديال عائلتك وراه تباك وراك تي كتضربي بالصويطه سخطات الوالدين دبنا شوفي وحطو فين شعر ولكن اللي دخلنا تما خصك تسكتي هادشي انا الراجل خليني نسوقك انا الراجل كمل كيف بين اللي كتكمي غلغوله لون فولو غتوصلت لعند المدام ديالك الدار الحمد لله واخا كوك بقينا عندنا المعارف وباقي الناس كيديروا بحسابنا حيت انا وزير تستنى بشي جوج نطرات وليتي وزير اما الا كملتي جوار اش غتولي انا عرفتك ما عرفتينيش انا هو الوزير اللي شدوه على الفساد الاداري واستغلال نفوذ السلطه هو داك الوزير اللي ميخل كل شيء ودا كل شيء وشي لبرا شي خرمزو هنا مجرم مع راسك عندكم الصهد انا شويه بغيتي لاكليم ما كرهتش العشران لاكليم حرك حرك هاوكي انا ما قلت والو قالو طي اللي قالها للرجال فقط واش انا بنت لك مرا انا راه بمية راجل شوفي شي واحد غادي يقول لك انا ولف الناس انا كنبغي ندخل باغي الناس باغي نتبوكس دوما باغي نضربها بشي دوتشه تكون معتبره لا تي لا هاد القرض ما انتوما رجال يبات معاك وغدا ان شاء الله نتشوفو اوغوفوار اوغوفوار سي 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 راه بان لي واحد نشير سير اجي لهنا انا الشارع اجي نقول لك سعيدة وسير صاحبي قلنا لك سير صاحبي سير دخل غنخلط عليك حليمة 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 بسم الله الرحمن الرحيم حليمة منين عيطت لك جوي بسم الله الرحمن الرحيم بنتك ميرة واقفة قدامك يجي بعد انت فين هالتعطيلة ها يا كان البارح وسيتك على الحلوى ديال لادفيرسير ديال شوشو راني ما نسيتش الحلوى ديال الكلب ديالك راه ما نقولكش اش داز عليا اليوم مع داك ولد اختك نهار الاول يا حليمه قلت لك ما حملتوش ما سرطاتو لياش المعده وانت عوا تجري عليه جريتي ليا الكاتبات وخليتيه كيصول ويجول في ملكاتي ها هو كلشي غادي يريبو ليا ايوا السي الحاج راه خاصك تخلصو يا حليمه الله يهديك رانا ناوي نخلصو الله شاهد عليا تاني هو واكل شارب ناعس اش بغى يقدد ديرو كي ولدي وانا ماشي ساهل وبباك صاحبي باش انا واصل هاي الثروه ديالي كلها والغنيمه والرزق اللي جنيت من شبابي حتى لدابا غادي يصيفطوا لي ولد اختك هباء منثوره عاود لي هادشي كامل اللي قلتي الثروه ديالي غيخرج ليها ولد اختك حكي لي على بالعروبي الاخر عروبي وافتخر تسرع اسمع شتي كون ما كنتش انا اللي دخلت عليك بقصتي وجوادي عاوتاني جوادك اه جوادي هما اللي وقفوا معاك كور ما عندك حتى حاجه ويلا نسيتي الحاج رانا نفكرك حاشا ما عاد الله واش غادي ننسى خيرك وفضلك عليا اللي غنقول لك دابا انا غادي نمشي نعس انا عيان وفكيها يا من وحلتها وعليا باليمين وباليسار وباش كيحلفوا احزاب المعارضه يوم بل البعلوك تاع ولد اختك الليله يا قرض لبقى على وجه الارض
عليكم. السلام ورحمة الله. لاباس عليك. مرحبا سيدي. شي مسخاوي. الله يهدي وحنا على شحال لي. مرحبا. احنا عندنا الشومبر هنا العادية كتبدا ب 150. زين 150 درهم. حنا هادشي كنخمو الجو عباد الله. وعندنا بغيتي في اي بي. شي حاجة سويت رويال. إذا بغيتي تفرح براسك. واش أكيد هذا سويت رويال؟ 150 درهم. 150 درهم. مش دخل معك بلغة تزقيد هذه الفرصة. الآن أنا عندي واحد بشي مشكل صغير. أنا ردات وصلني 41000 ريال. غادي السبت لي واحد متخالين. رد أنا ويا غادي السبت لي من طلب بيضة. غير نشد غنعطي لك أنت تبرع بها كيما بغيتي. شنو أنت لقيتي الحل؟ بارك الله. أنت كتدق وكتقول شكون؟ ياك أنت دابا غتعطيني أنا 150 درهم تعطيها لي دابا. وغدا ملي صيفط لك دخلتك غتعطيني ما تبقى. كاين ولا لا؟ بغيت نسولك واش أنت عاير بوحدك هاد الشومبرة بوحدك؟ لا أنا عندي العائلة ديالي، أنا عندي العائلة كاع متشرخة في الله سميت شوف. مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا يا هذا ولد اختي سفيان. هذا سفيان هذا ولد خويا. مرحبا. وهذا القرطات هذا القرطات مربين بحال ولدي القرطات هذا. قول لي بغيت نسولك انا نقدر ندير معك واحد الحل. ما هو؟ انا نعطيك لا شومبر ياك تيجي ولد خالتك نص نهار عطيني هذا القرط. انا قال لي فقيه اللي بغيتي الرواج واللي هنا في الوطيل ولا تقطيع اكثر من الواقف فوسخ بغي نفوسخ بين لوطيل. صافي صافي ان شاء الله غادي نعطيها لك. نص نهار. نص نهار غادي تشد وتبقى تدور بها لوطيل كامل تيدي نص نهار. نص نهار نص نهار نص نهار. قلت له ما تخرجوش دابا. مش عاطفي شكون اللي قال لكم خرجوا؟ وقف وقف صافي. هنا سويت الريال سويت الريال. ها؟ لا شوف لا انا ما قلتش لك ما عنديش مع السرقسي. لا يا ودي قلتيها لي انا كنت كنخافوا في السرقسي. ما تنساتيش السرقسي. سير مع راسك. سير هاتوما هادشي كلشي باش باتو نتوما هاني. حتى كل قرش هذا هذا اخر ايام ولينا نركزوا لا فين كاع دوز التليفون لي علاش؟ ها؟ راك الحلمة معاش اللعب سامعات؟ صافي اسكت صافي كتغوت انت غير اسكت شتي كتسمع؟ ها؟ شتي كتبلا؟ والو مش والو عطيتي شي حد عاوتاني في الكوفر؟ كيفاش لا؟ واش عطيتي شي حد عاوتاني في الكوفر؟ ها؟ غير شوية غير شوية؟ واش كتسطع عليا؟ واش غتقتلني؟ وهي غتفقصني؟ واش غتخرج عليا؟ شكون هذا؟ شكون هذا؟ من الطوموبيل. ياك المروج كتسد عليا. شكون ده؟ شكون هو؟ هذا هو من شر مخا كتعرف من شر مخا هذا جهنم الكحل هذا اللي غادي يتحرك شوف أمي طاف البني شوف ديك لافير كل اللي كنتو كتهضروا عليها سمعتها عندكم وحده من جوج ميمي 50 50 النص بالنص ولا بربي اقرب بريغاد ديال الجدارمين وقفكم عندها. لا 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 شو شدنا خويا شو بريغاد مرحبا اللي سحبها هي اللي تكون ويلي ويلي لا بالطاب زوينة الدري غزال والدي يا وحبابي ما سخاوبي حر الغيوان ما دخلت وبالعين تك 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 دن تك تك دن تك 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 دن تك تك دن تك تك دن تك دن تك دن تك دن تك دن تك دن دن تك دن دن تك 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 عطيها بشويه التيزر بشي عندنا خلينا نمشيو غندوشو ونتنقاو خصنا يكون بروبر اجي لهنا ها حنا درنا الجون نشوف مادموزيل الشباب وين مادموزيل سير جيب لي واحد الماسك ليش؟ ليش؟ نخرج الساروت ما غتذبحي انت القرد حي غتسنى حتى يموت انا خاف دابا اللي مزيان هو حنا نتفاهم. فين؟ شتي غادي ندرم؟ كيفاش ندرم؟ نبقاو في هاد الخلا ديمار الطوموبيل مشو حالنا. شوف ديمار الطوموبيل خلا الكباط، طلق طلق، تطلع، طلع بالسواس، تحرك، دريك في المرقة. غتبقى تسناني حتى نقول لك طلع عليك، غاتطلع ياك. حنا طالعين.
ايش بعد انا متصبح انا خلا برد ظلمة طريزو ما كاينش اش غنديرو دابا قيتها شعلوا العافية شعلوا العافية شعلوا العافية انت شعل العافية شعل شعل امي العافية شعل انت تخاف من الحناش انا خاف من الحناش سلامي من محزم شعل العافية راه عليك يخافوا من الحناش واش على هو انا غادي نمشي ندير مسح طوبوغرافي غندير لونكيت شوف كيفاش نديرو تنخرجوا من الخلل اللي حنا فيه شعل العافية باش هو هناش وانا خليني نشوف الدخين هذا شنو في دماغه سي حسن واحد خليك الله يخليك اطلق راس كنت عم نسولك على داك الطوبوغرافي شنو كتخدم اك اخويا انا راه واقيلا بان لك داك قلبي يجي جاني لا 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 ديرها انت راه انت هذا راه ولفتو لا لا اك اخويا تكلم قدرت عرفت انا وليت خرمتي بالي انا مع خويا شوما ما شنو الحل دابا اش غنديروا ليه كيف من الاول ما كنحس شنو هذا السم وي هيك راه كيدوخ هاك واش كيدوخ هذا السم ويدوخ واش عرفتي داك الشيء كيدوخ انت مجرباه دوخت وراك واش عرفتي هذيك الدوخ الدور واش أنا سيدي اللي بغيت ندوخ هكا هي واش مي والله إلا شعل العافية كي قلتي لها أرا ما مشيتي قلت لي شعالة مشيتي تا أنا نشوف هذيك الحلوفة اللي بغات تشعل عاد ما قدرتش أجيبها دير دير العواد دير العواد وما تفاش سمعتي طالع سخونية الله اكبر عاو شكون دابا اللي ما موضيش شكون فينا الملحوس ها راه دمي تسال تبارك الله عليك انتم تبارك الله عليكم ملي شعلتوا ديك العافيه راني محزن بالرجال ماشي العيالات عرفتي عرفتي باش تحل العافيه تحل العافيه في الخلا في رصاصه الليل في الظلمه الريحه الريحه ديالها كترجع لي الطفوله النوستالجيا تجي 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 لي الله بحال حلا كن شعالة عيشورة يتلوات أوي أوي بحرق أنا ما أكلو وما عندي شنو أكل وأكل مش على العافية مش على أوي مش على العافية 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 شنو غندير له؟ ايه هي القرض كاين؟ قول لي شو نتبخر به ولا هو يتبخر بيا ولا شنو نديروا نبخروا ولا نقدوا شنو نديروا؟ القرض هذا سلمي يمشي الناس غيمشوا يخدم وطيب. السلام عليكم. ما نزلش عندكم شي ناس البارح هنا؟ واش دابا انا البارح كما صايم ندير انا المطار انا راه وطيل هذا. اصلي نورمالي ينزلوا الناس. باش تنفعوا معنا واحد جوج دوري طوم ديالي وثلاثه ما بقيتش عاقل عليهم. بغيت غنشوفهم واش هما ولا ماشي هما. انا كتعملوا لي انتم راكم غالطين. هذا راه وطيل. دابا هدو الطوموبيل سير ديكلاري عتاون معنا الشريف الله يجازيك كي غادي نديرو تنتعاونو كي غادي نديرو كي غادي نديرو ما عرفتش الأدانة ما لقيت حتى مشكل هادشي راه كنديرو واخا راه غير قانوني ولكن ماشي مشكل أنا البارح اللي نزلو عندي جوج
زاد. خرج 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 المصيبه خرج. شنو ما ندوش عندي خلص. خويا ما ندوش حتى تغزي مع راسك. شنو؟ وزيد دغيا وجه الفقر زيد. علاش؟ زيد وزيد المصيبه من هنا. زيد اخويا زيد خلص شوف انا مزوقه زيد. يقولوا هما تعاون معنا وريهم. راه هادشي بزاف على القياس ولا كاين شي باس ما كاين نديكم عندهم راه ما نازلين عندي في السويتر واجال بغيت نصب لكم انا ما عنديش مع سرق زيت وانتم النظر شويه شويه في حالة احنا ما عندناش معاك ماك يا اختي ماك ماك اختي قاتله ما خلاص ما سمعكش علاش كنت تبعنا شكون هادوك صحاب الكونتربوند شفرنا لهم كاميو متابعينك انت شفرنا لهم احنا بجوج تابعينا بجوج نوض اخويا نوض هذا انت واخد نوض اش هي شكون دار هادشي؟ القرد صافي غنلبس سروالي خلي نلبس خميجتي نازلين عندي هنايا كونوا ميقنوا قلت لكم ما كنحمل سرق الزيت قلت لكم زيدوا ديكلاري عند البوليس انا غنتسناك لا تنش سربوهم غير البوليس طلعتي صافي سيري تنجي فين غنجي انت خويا ما عنديش ركابي في شلول هي كاين اللي غيدخلني للحبس قدك لا صافي ماشي واطلع البشر ما بقاوش عندي الركاب غير فشلوا بيها طيح دا يخرع عيني هراني خويا داك سعدان هراني سعدان غير شويه شوف لي رجلي هادشي شوف فين غادي نخليك معايا شديني معاك مزيد شديني معاك ورانا غادي فين معاك سويت رويال سويت رويال كيف هذا بلاص ما الشباب هو بين عصابة كبيرة الشباب عصابة كبيرة؟ شتي انت رانا تيتبعوك انت من وراك على مصائب الى مشاكل وزيد تحرك قدامي زيد وزيد نهرس لك داك الراس ديك سويت روايات خلاف لعب وانزل على المصيبه انزل ما غنمشي ما تخلعينيش انا نازل اي ميتي براودي شليت سعيده انا اللي تشليت من النار عرفتك اخويا خليك لا مشيت فيها مشيت فيها انا هذا بلاص ما طاح الناموسيات لي زور المساند الخال دك دك شي دك السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله الشريف ما كاينش في طور مرحبا عرفتوا ما خديتوا الكافيتيريا ها هي وراكم مرحبا مرحبا قول يا سيدي ماشي شي واحد المراه وراجل وقرض شنو هو مراه وراجل وقرض كتعرفهم الله بديت نعرفهم تقول لها عائله كاع واش ميقن وميقن نجيب نعطي ماشي دابا صحابي تكون مرتي عرفوهم مرحبا زوج الخير مرحبا راه ما لازمكمش عندي على الفطور الفطور الغدا نطلب من الله اللي يربيكم مزيان حتى الله اللي فيه ماشي هنا ماشي هنا Naris, naris, je crois que la daronne avait raison. De toute façon, c'est la même, je comprends pas les femmes. C'est plus le pendant.
التاسعة لتحديث بنيته التحتية. هذه ما كنقولها قارو مدير الصحة. شتي انت؟ امبوسيبل مي فري. قلت واحد المصيبة لي في الخلا ودخلتي فيه. وصافي راه كيقول لك راه كل توخيره فيها خيره، وتصوري دابا حنا كون دخلنا في شي واد ولا في شي ساريت فين غنولي؟ انا خويا هزيت حمار. اليوم بعدا مسخوط الوالدين خرج علينا عاوتاني، كتعرف كل شيء كتهضر بزاف، اشنو شنو عندك؟ انا راه بغيتي اسكت البشر، ايخ على طريقة المرقة. انتوما ما عارفينش راسكم معايا من البعاد. ابوليس زيادة فيه 12 شهر. صافي هادشي اللي بغيتي. اشترت انا اشترت كسيده وقعت وشان الخاطري وكتاب الله ندير كسيده. حجر العافيه ما سكت، عرفتي صوتك راه ولا كيدرني في راسي. باتي مريضه بزاف انت، ضروري خصك تمشي تعالجي. بين عندك انت المشكله مشكله عاطفه، ما عاطفه عندك خاويه دير بينا ماشي اون كوبل بعدا هي اربعه، لان ما كاينش راجل غياخذ راجل، كاين شي راجل غياخذ بعدا بحال هذيك كتقول لك بزاف. شتي انت وهاد سعدان وبربي لاد كامنك الدرا كيبان لك انت، نوض نوض خلينا نمشي. نوض 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 تقعد نكمل الطريق جديد. وهزي معايا حتى انت، واش نبقى هز راسي؟ وما هزاش، واش انت الراجل؟ ايوا هز. شكرا شكرا. من هذا الميني بار كنقول لكم صبروا، راه الخير قدام. ماشي بالعاني تعطلت 20 عام، راه ماشي لخاطرنا، باش مني نوضوا نوضوا نوضه وحده. وهذا المشروع ديال المنافس اللي كتشوفوا فيه واخا هو منافس مشروع ديالو زين، ولكن ديالنا حنا زين منه ان شاء الله. قد ما صبرتوا قد ما هادشي غيكون مزيان، وانا راه ما كنكذبش عليكم، الله اللي شاهد. جدودنا اش كيقولوا؟ المدرك بالايام عراتو. وانا كما كتعلموا واحد الراجل سترينغ، وهذا مشروع سياسي خطير. كي جيتكم خلينا اختي نستراحوا، خدامين حنا بالضبط. ايدي سعيد سعيد، شنو هذا الشيء؟ كيف هذا العسكر؟ نجي دارمية، شنو هذا الشيء؟ تمشي تجيب الكفة وتجي عندي كود، ما تهضروا حتى شي واحد. واخا البطرون يلاه خليك من رجع، عطيني هذاك التليفون بغيت نهضر مع واحد المسؤول. سير جيب الكفة. ايه غادي نمشي. غارديان سعيدة.
سيدة شوف هذا شو قفلين وما يقفش لين هاو صاحبي السلام عليكم شريف وقفت أقرب مدينة الله يلا اطلع 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 رحمي ويدي واش كنت تسنى راه ما عندوش بلاكه دابا اطلع اطلع ولا ما اطلعش غادي عاوتاني ديك بنات انا غنسكت ما غندويش حتى خلي التريكه الناقصه يمشي يدير لنا شي مصيبه هادي هذيك هي تريكه المرقه سمعني معالي الوزير ضرب لي المعجون اللي في كيكا والكيف اللي وسط من الدجاجة شاف سخف عيطوا لومبيلونس هو والله راجل وقرد ومرا ضايعين في الصحراء ما جاب روح بلدي تكون فيه ما جاب روح بلدي يرتاحوا فيه ودريك راهم عياو من التعب كزلهم العطش وكيبقاو ذلك ودريك راهم راقدين شوي تعرفهم؟ شكون؟ لا ما تعرفهمش سمعوا اش عندك الريزون تاع تمر ما ودي فينا هو لقينا الدواء صباح الخير دكتور كيف قضانين صافا ضربنا ليه واحد الشوكه باش ينعس الحمد لله راه كيرتاح الحمد لله تيبان ليا معرقه الدجاج حتى تتقم مي بلا شك فيه لانه ولد عائله كبيره غير هو دكتور الله يخليك واش ما نقدرش نلقى عندكم شي غرفه اكبر من هذه شيئا ما يعني في اي بي ولا سويت ندرا سبيطار هذا ماشي كلينيك بريفي باش ايوا ولكن عايز عندي شي مره اسمح لي يا دكتور يلزمك تحترم الاختصاصات نقدم لك نفسي اولا انا برلماني والاخ المثيل امامكم وزير وعيب وعار تعلق الوزير سيرم في كراعو غير ما بقاش العلاقات شنو نديروا ليه انتهى الكلام شكون هو البرلماني اللي عندكم في الدائره اللي ما قيمش بالواجب ديالو هو انت الاخ الاخ بوليس معك البوليس ضابط القضائيه شرطه قضائيه ولا تما وقلنا الهضره هذه لا لا والله الزميل الاخ الزميل تاع بوليسي شوف شاف دابا هزنا درنا له طسطوب هزنا وير ياك اسكت اسكت اسكت
دوري 445 المركز لقينا القبض على المهربين. اه اش شنو المهرب يا خو؟ ما بانش فينا وسطامي اسكتنا الشرطي كلفته ورحتو. صافي صافي كنت تنقر تحيتو فينا فيك فتا يوم السبت غدا لحد ما كاين حد والسيد فيري يوم الثلاث الاربعاء الخميس الى خدمو انا الوكيل صافي كنت المرقة تصرحيتو. سماعه او ودعناكم فايد مولانا تبي تمشيو صافي نشدو الطريق. ايوا يعرضكم الخير يا ربي لك يهلكم زينه ان شاء الله يا مولانا. ديري غندوزو بديت مشيني شام ما تصد لا على اليمين لا على اليسار بديت اجبر غيتك ان شاء الله. احد الصحراء دي ما فيها لا اليمين لا اليسار. ما دابا عصابه يجرام ياك؟ لا 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 شاف انا 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 الزميل حنا كنت انا بوليسي وكنت مهمة سرية. حتى انا بغيت نقول حتى انا صاحبي بوليسي هو الشاف. حنا كنا تابعين واحد الرقاصة ومع قرض واحد السمر عنده فلوس في ديال المافيا ديال الرواسة وكشي دابا كاينه 50% قسم تما قسامة 50% ياك نسكت. دابا كيفاش دابا معكم عصابة انترناسيونال معكم الرواسة شافها مروا مد الناس دابا الرقاصة تكون عندك 26 25 نقولوا وهذاك داك السمرة عنده 45 42 والقرض عنده 50% نسكت. مرشو البحث على واحد السيد عنده 45 عام واحد السيدة عندها 25 عام ومعهم عزة لا شاب قرض ما بقرض وقرا يكونوا معهم دي زاسوسي اوفر. لا الشيف انا ماشي اسوسي معهم انا زميل انا حنا زملاء. الشيف ممكن تليفون ياك بوليسي خذ راحتك عيط نعيط على لي سيبيريور ديالي باش نثبت لك بلي انا بوليسي. ما كيجيو بحد اليوم الحد واللي بيرمانونس سالتين من الاداره ممكن مكالمه اخرى. دير او بارلور دير او بارلور لا صوني اش بغى هاد المصيبه يخ اوف. الو مراتي حبيبتي الغزال ديالي. لا والو مراتي غير البسطام ديالي طاح ليا فيه الوراق وبغيت تصيفط ليا الوراق الدوبل باش نثبت للناس بلي راني بوليسي. اش من بوليسي ياك حصلوا عليك كتشد الرشوه يا الكذاب يا المنافق يا الشفار. لا مراتي
بشويه راه كلشي كيسمع راه ديري لو بارلور. اسمع اللي بغى يسمع، ما كيهمني حتى شي واحد. اصلا انت ما بقيتيش كتهمني المنافق، بعد مني عطيني اتساع. اوي لعب الله، واش قلت لك ما بقيتيش عاقل عليه؟ واعطيني اتساع وخاصني يعرفوك على حقيقتك يا الشفار. الله يصوب شعر. دابا واش عندك شي واحد من طايط اخر؟ يكون عندي الله. جوني على السلول. شاف والله انت حنا زملاء شاف. شوف انتوما البوليس راه الداخليه كتعرفوا النمله في الثقبه فين كتدخل انت. امي عمرني انا ما تشرفت كي تكرمت معاك 16 ديال العام ديال الحبس، وعمرني ما بقيت بلا شريبه، وكانوا كيتسخروا عليا جابني نجي معاك. واش انا مالي صار خمي تابعني النحس؟ واش انت ما كتهدش ياك؟ هد اوي لعيبه الطاول اوي اللي مالي انا هدش. مسعود شنو؟ الماء قاعد شي انا من ظهري يتلاقى بيا ضايا ديال الماء وسط الصحراء، زعما انا كاع مرضي الوالدين. هذيك راه بنادم اللي كضربو السخانه الراس كيولي يشوف الماء طراب. ولا عجبك سيري جيبي لنا كاع شويه الماء، يلاه جيبي لنا الشرب. تعيده يا قلت كان من زغرت عليه. انتظر تبعد لي ياك عن 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 شت 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 تحيدي تكون اشوفها بلا ما تغفل عليا. 50-50 لقيتي معايا انا البحر عزيز عليا، انا امي مزغرت عليا وتفرق لي من هادشي. انا بلي مدمن انا. اش تخرجت قروني؟ عيدي عليا والله لا خدتي بالله. انا حسيت تشري ديك راري بيا، يا الله بغيتي تعيقي بيا قال بيه شي الدرب علي شديت انا في العبس. هاكي يلا الله يسعد يلا فوق زيدكم فوق زيدكم بغا طيح عليا الباطل. نوض وقف شتو عطات انا باقي عندي ركابي باش نوقف. نوض وقف طيحات عليا الباطل. زيدك فوق زيدك فوق الله يسكت. انا بسم الله خويا بسم الله. ويلي اخويا راك بعقلك تماك سير تبص في الباغي شو الضباني راه ميزان ديال الحراره هادي طلعتني الصاد. لا 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 عايشه اسيدي مامون. لا لا ميره شكون هادو؟ هادو الجواد كل اللي بيوقفوا معايا قال لكم عرضنا لكم الرجل الله لا ما وقفوا معاه. يرجعوا لي فلوس الزكيه. رجعوا لي فلوس الزكيه راه بقيهم عليا غاليه. بقيهم عليه غاليه وندير لهم شي ليله من الليالي. غايدير لكم الليله عوفوا معاه. الله بسم الله عليك خويا بسم الله. لا جبل علي نزلت دابا جيب لي ولد اختك. ولد اختك بغيتو دابا يهضر. ولد اختي لا دابا يبان شتيك على ما بانش. غادي نعيط على ديك الشوكافه صاحبتي هي غتقلب لك عليه. شتك ولدتي العين اش دايره فيك؟ ما تشغلكش جيبي لي ولد اختك دابا. ما حد داك المسخول تاع الوزير هزوه ما عاقش. اي ويلي دوك راه جوادي هما اللي صيفطوه ديريكت في غبغوبه للسبيطار. ديك شمن جواد عندك راه تخربيق. هذاك راه جن غواص وجن طيار جابوا لي واحد الرصد بالحق. وكيلي عرضنا لك وجه الله خويا الا ما بعد ليا من جوادي وطلب التسليم ونوض كاع دير لهم شي ليله تكون فاعله تاركه الا بغيتي تنجح هاد العام. الزكيه غيردوا لك الزكيه. شتي؟ لا لا خدتك عليا ياك وما كنتش انا دابا. ها؟ كرك باقي تبيع في الصوفه في خميس زمامره. شنو؟ حد سوالم سوق الاربع. تبارك الله على بنت وليد بن طلال. ياك باك كان عاك يترام على ارض الجموع ويخون الاراضي ديال اللي تامه، وعمك كان عفراق شي كيخون البقر مع الفجر معايا انا. دركت الشفاره
ماكو سؤال ولا ديرني ديال الحراره تسمي. انا غادي نقول لك داكشي اللي وقع من طقطقه. السلام عليكم. انا حيت كتشفتو فحيت جاتني شويه الخلعه مع عمري دخلت عند البوليس. دابا كيشتي الشاف با مسكين فيه الفوبيا، جاتو تقي في الكار والكار هو يحطنا باش با يتقيا ومشى علينا وزاد. لقيتينا الشاف لقاونا ومرجان ديال كيطلع طلع الماء حيت با كطلع ليه شويه كطلع عليه الطونسيون كبا كطلع ليه الطونسيون وهبطي في الزكراسو. جينا خارجين حنا تلقاو داك العجب. انا الشاف كنقسم لك بالله الشاف عمر الحشيش ما شفتو غير في السينما ما كنعرفوش. انا هو الرجال ديال كيقولوا لي قولي كنشمو يسحبني شي بلاص ياك با. لا طلعتناش بلا ما نمشيش كل نور البحر عزيز على بعضياتنا. والله العظيم راجل مزيان سول عليا الحادث ديال الحبس شاد لك براسي انا كيفاش كنتعمرت عليا بالتخزيني جاني نظن الشرطه قال لي لا تراه على راسي. تلاقيت انا وياه الارض اللي شفتني وشفت فيها مشات ليا الصندال. انا ما عرفتكم تلاقيت معاه في الطريق ونحيدوا لي شي حاجه اخرى من غير الصندال وسكت صبرت انا والمعزه الدبعه مسكينه قلت لها ما قلت لها سيري بحال راه غادي يديروا منك جديد قلت لها قطعوا داك الشيء بحال الكاتالوغ. انت تلاقيت انا وياك اش كنت كنغني؟ كانت كتغني دابا كتغني داكشي ديال رضا الطلياني. ايه هي كنت كنغني رضا الطلياني. عمري ما عرفت من جاي شيخه. الناس كيبيعوا في الفلوس هي كتلوز قدامهم والناس كيشوفوا فيها حاضرين مني. ولكن انا ما كنت مشكل انا الدنيا كلها انا واحد انسان طيب كنصلي بتم الدور والصلوات الجمع وكنصدق انا المدمن على الصدقه انا. دابا الحشيشه انا ما همشيش معايا الا كانت هي كتكني وانا ما بخبرش الله يعفو عليها. السوايع 4 سوايع وانتم كتهضر معايا عرفتوا لي 400 قيس خرجوا عليا قسما بالله الا انا الحشيش غادي نكون كميتو جوج المرات كميتو واحد المره ولكن عفا الله عما يا حشيش يا صفاش مسخه ما كتعرفش تهضر ولكن المره مزيانه قلبها ابيض وعاش المخزن وتحيا حق واحد الانسان سير 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 ناس ليا مع راسك شخار ولا في الحباسات فين يلا؟ يلا غنمشي فين غنمشي نهربو؟ لا ما نقدرش نخرج لا قانون لا بقى كاين شي بلاتي غنمشي معاك ديال البردو وسمعت لها حتى الاحمر تهجرتي هجرتي واسكت وترجت المره وحده في حياتك وراه هي اللي حرشتني ها احنا برجلي
احنا غنترسلوا معاكم، احنا دايرين والو. سلمية وي السلمية لا يا سلمية وي السلمية يا يي السلمية لا 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 وي السلمية وي السلمية وي صافي بارك عليا. انا مالي انا شيط يتيم معديش دار مدام ضاربان على الجدران. هز اخويا كما خلينا نترزقوا. شوفي الله يرحمك الوالدين، شوفي انا داك الساروت، شوفي كيفاش نمشي مسمار نفرقعوا هذيك الباليزه نجبدوا داك الطامع الدنيا ونمشي نتمتع انا وياك. واش انت كتهضر من نيتك؟ طيب واش فراسك انا وياك روشيرشي وهذا القرض باقي ما لاح ليا الساروت؟ وتكمش اخويا وخلينا نترزقوا نجمعوا شي دريمات. صافي ملي انا روشيرشي انا غادي نمشي دابا ديكلاري براسي بالكوميسير نقول لهم انا جيتكم صوله بلا ما تقلبوا عليا، ما تخسروا لا مازوط ولا بوليس ولا 24 ساعه على 24 ساعه. واخا سيدي هي اللي ما تعاودش نوضا سيدي سير عندهم باش يفتقوا امك مورا الشمس. يلا نوض، فاش غنبقى مسطعه معاك انا دمي؟ شراش غدير واحد حاجه احسن من هذا الشيء كله؟ انت مطريقه خويا وانا مطريق، راه وصلتي ليا هنا صافي. ها انت داك كلام مزيان. يلا سي يلا متى غنتفارقوا عاوتاني سمتي؟ اجي لهنا. مازال صافا؟ جو سوي ميديسان. نو 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 الله يخليك، الله يخليك الحاج، الله يخليك الحاج، الله يخليك. انا هنا موجود، قدم لكم راسي، انا دكتور تلفوحي، جينيكولوج. الله يخليك. انا باش نلقى التمثيل هذا، استاذه باينه على الشكل ديالها غدوز سيزاريا. ما خليتينيش حتى ناكل الديسير. يلاه سمي الله، سمي النبي، سمي النبي، دريري رطيطب ويديك ويديك سمي السمي. ويلي 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 خرج لينا بلاتي باغية فرحان عاونت بابا بابا حنكت ماما ماما رجل تسبيقات 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 هادي ويلي تلاي يلا مشيو حنا. الله يخليكم تبصير كيف يدري لي الصغور يتكوت حليوات ناعي ما جاش الولاد حتى بغيت ناكل انا الحلوه عرفتي كون ما شفتهاش والله العظيم تمشي مني النص تديني في كروسه وانا بحال الدري الصغير كنموت على الحلويات. وانت اش تاكل كاع
اش تحت تبقى تضرب ليا على كرشي يا كنا غا كنمثلو وانت اختي راسك انت كتمثلو فوق طبيب واقف حدا كون ولدك قرضكم تسطى لما كنتي وليتي هنديه تولدي لبعه جاب الله انا هاك طلعي لي هذا اريد نسخط الوالد باش فين غنزيد لا والله ما غنطلع معاك سكتوا بوليس وراوني لي كارت والله ما تعاد تقاكم الله ولا سي لا تابع تابع اش قلت لك تعرفني ما كنعرفك اللي دير لنا فين غصب هذا الجرايم عاش يا كامل مرحبا بدريك القراطيط فين ساروت خالي خليني نتكلف بلا ما تصدع راسك فين ساروت ايه وساروتي انا فين هو وانا سكات الوحيد اللي عنده حق يدوي في الدار هو انا فين ساروت ما لهاش الا ساروت الا صرت القرقور قروري قرقوري سكت اخويا فضيها لي لا 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 بنتي لا غلطتي هذه ماشي من خصيرنا احنا منعود علينا الجهد والكرام ومرحبا بكم ومرحبا بالطريق اللي جابتكم ساروت انا كنت بلاصتك ما عطيتنيش ساروت ما قلت لك هاد قال لنا داك الروسي غورباتشوف الكبيري زعاره بالفلوس الدوبيز والزرقاء والبرو والاير هادي غير هضره وكلام زايده عندي لكم واحد الحل زوين وغادي يعجبكم غادي نعطيكم 100000 درهم لواحد ايه لا لا غادي نعطينا 9 مليون باش نقسم انا وسعيده 50-50 تصنت لي يا وليدي مرتي يعني قرايه مزيانه بعد المرات 100000 درهم راها اكثر من 9 مليون شوف فيا منين كون كندوي معاك خالي ما تنساش الفلوس اللي كنت سارق ديال الخدمه غتسد فمك انت الغدار يا قليل النيه يا قليل الخير انت بعدا كون ما عيطت لكش خالتك ما كنتيش غتجي سكا بس ني القضيه فيها خالتك وجدك وعمتك وحناك ولاش عندها خيلي هذه ولات الفاميله انا عطيوني رزقي الباي ديالي وسدت مدان انا رزقي نسكت شوف الله يرضي عليكم صنتوا لي العزيز ديالي انت الوحيد اللي غتقول لي فين كاين ساروت باين عليك ما كتكذبش لا والله ما نكذب عليك خليني نضرب على الحاج سقط اعترف بيه الراجل اعترف بيه انا كنا في المحطه هي هز الساروت لاحته والقرض نقص شكل الساروت بلا ما قصرته وكاين الشهود انا نجيبك الشهود كاع ديال المحطه سبحان الله كونار حياني الله تعت كنسمع باللي القروده كياكلوا السوارت عليا باليمين وباليمين وباش كيحلفوا الاحزاب ديال الاغلبيه باش كيحلفوا وما تجبد السوارت اولدي حتى بلاصتك كي لقاو فيها الرماد الحاج والحاج عتق راه مشينا فيها شتي هذاك الوزير صاحبك راه عاود كلشي للبوليس اجيو اجيو تشوفوا اجيو اش كاين اجيو تشوفوا اجيو فين اش كاين واشنو قال لهم اكدت مصادر اخباريه عليمه من المغرب نبأ اعتقال الشرطه بصيد التميم يتمثل في شخصيه رفيعه المستوى برتبه وزير هذا الاخير اعترفت القائده بالطاقه القضائيه بعلاقته مع مرحبا نقدم لكم راسي انا مول الدار تسمح لي نطلع لك في البوطه الزملاء انا واحد منكم انا الزملاء Hola. You speak English? Ah, tengo un lazo. Cate, vení, vení.
My father, me too, want Spanish, Barça, Real, Ronaldinho. Que separata, senhorista, senhora, senhorista. Je ne comprends toujours pas ce que je peux faire pour vous aider. I want Spanish, Go, Real, Barça, Tortilla. أنا واد المدموزيلة سينيوريستا قربي واد القرد. هل أنا في واد جمعية ديال تربية القرادة؟ حاربونا ما بغوناش نديرو هادشي. كيضربوا لي هاد المدموزيل بالحجر في الدرب. تشوهنا. بلاتي. كيس باسا سيدي. لي بو سي با. جي ريفيان. جي ريفيان. أحبي لي بيتي غاتو. لي بيتي غاتو. جي ريفيان. لي بو سي با. بو سي با. لي بو سي با. غاسيا سوتيا. حتى تهضرنا مع جوج كلمات في الاسبانيا باش يجيب لنا الحلوى ما كنتيش مع بالعربية كون ذبح لي الحولي. سعيدة. كمي. من يوم بقيت سمي مني نقول لك الله راه ما كيسد بويرتا حتى كيحاول بويرتات اوري طوغو يا جا يا جيبوا لي مازوت نحرق المدخول صدرين والباقي كله عذاب عذاب شنو شنو
واش التمريض ولا مالك؟ واش كلس ليا في كنازه؟ وتر غير سكري لاس مول اغنيه في والله تيبان لك يشطه ويجذبوا بالله. عرفتي الا بقيتي كتغني لي هاد الاغنيه هنا كلشي غينعس وغيزيد فحال. وبين لنا دابا حتى على حنا تيديك طلعي لنا الروسيطه يلا. بالي اخويا لقيت حسب لنا الروسيطه شحال فيها. صغري سوفري